السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي تلاميذ صف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في شرح أول درس من دروس الفصل الثاني المياه وعلى كوكبنا من المحور الثاني العالم من حولي الاهتمام بعالمنا ضمن دروس اكتشف للصف الثالث الابتدائي. سوف نبدأ فصلا يا أبنائي بعنوان الماء، فما الذي تتوقعون أن نتعلمه في هذا الفصل؟ سوف نتعلم يا أبنائي عن أهمية الماء في حياتنا وأهمية الماء للعالم ككل. افتحوا يا أبنائي كتاب التلميذ على صفحة أهمية المياه. ما الكلمة التي ترونها موجودة أمامكم؟ أحسنتم، كلمة المياه. أهمية المياه، استخدم كل حرف في كلمة المياه لكتابة جمل توضح أهميتها. إذن سوف نكتب هنا قصيدة عن الماء، هنستخدم حروف كلمة المياه عشان نفكر في طرق توضح أهمية المياه. لابد كل جملة نكتبها تبدأ بالحرف أو الموجود أمامنا. الجملة التي الأولى تبدأ بالحرف الأول، الجملة الثانية بالحرف الثاني، الجملة الثالثة بالحرف الثالث، وهذه الأحرف هي عبارة عن كلمة المياه. سبيل المثال، الماء ضروري لبقاء الإنسان على قيد الحياة. اللام، لوقاية أجسامنا من الأمراض يجب أن نشرب كمية كبيرة من الماء يوميا. الميم، من المهم أن ننظف أنفسنا وطعامنا بالماء. الياء، يحافظ الماء على صحة أجسادنا ويحمينا من الإصابة بالجفاف. الماء يساعدنا على التخلص من السموم والفضلات. آخر حرف، هناك فوائد كثيرة للماء تستفيد منها الكائنات الحية. أحسنتم؟ أحسنتم يا أبنائي. أحيانا ما نستخدم الماء بطرق لا نراها بسهولة. هل عرفتم أن الماء المتساقط يمكنه المساعدة في توليد الكهرباء مثل ما يحدث في السد العالي في أسوان؟ هذا هو السد العالي يا أبنائي الذي تم بناؤه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويتم توليد الكهرباء عن طريق المياه السد العالي. إذن نحن نتعرف يا أبنائي أهمية الماء واستخداماتها بطرق كثيرة. ما إحدى طرق استخدام المياه التي لم تفكروا فيها من قبل يا أبنائي؟ طرق نستخدم فيها الماء ولم نفكر بها من قبل، مثل أن الماء تبرد محرك البنزين في السيارة، تمتلئ الفواكه والخضروات بالمياه، أيضا تستخدم المياه في الطباعة وفي الطلاء وفي صناعة الفخار. أحسنتم. إذن نعرف مدى أهمية الماء، هيا نجمع هذه الفكرة مع دراستنا الحالية لخرائط العالم. هيا نفكر، أين يمكننا العثور على الماء في العالم؟ أحسنتم، يمكننا العثور على الماء في الأنهار، في البحيرات، في البحار. هيا نفكر في جميع مصادر الماء في العالم. يغطي الماء حوالي نحو 3/4 سطح الكوكب. افتحوا كتابكم على صفحة الموارد المائية في العالم. لون 3/4 الدائرة باللون الأزرق، ثم لون كمية المياه الموجودة في كل وعاء وأنت تتابع عرض المعلم. إذن الماء يمثل 3/4 الكرة الأرضية أو سطح الكوكب. إذن هيا نلون أول ربع وثاني ربع وثالث ربع. أحسنتم يا أبنائي. إذن يبدو أنه يوجد الكثير من الماء على سطح الأرض واللي يمكننا استخدامه، ولكن هل يمكننا استخدام كل هذا الماء للشرب وري المحاصيل؟ هذه الكمية الكبيرة من الماء الموجودة على كوكب الأرض،
هل يمكننا استخدامها فور شرب وري المحاصيل أم لا؟ أنتم على حق، فبعض الماء الموجود على سطح كوكبنا وخاصة الموجود في المحيطات والبحار هو مياه مالحة يا أبنائي، إذن لا يمكننا شرب المياه المالح. هل نستطيع شرب المياه المالح؟ لا، أو استخدامها في ري المحاصيل. تحدثنا من قبل عن كيفية استخدام النماذج المفيدة عشان نفهم أفكارنا. الآن سوف أعرض عليكم نموذج لجميع أشكال المياه على كوكبنا، ثم سأقسمه إلى مقدار قابل للاستخدام وغير قابل للاستخدام، يعني هنقسمه إلى جزء نستخدمه وجزء لا يمكننا استخدامه في العديد من الأنشطة. انظروا يا أبنائي، هذا هو النموذج الموجود أمامكم. أنواع المياه وكمية المياه المستخدمة في العرض التوضيحي. ولنعتبر أن هذا الإناء الوعاء هو به جميع المياه الموجودة على سطح كوكبنا، يضم المحيطات والبحار مالحة المياه وكمان القمم والكتل الجبلية القطبية المتجمدة والبحيرات والأنهار العذبة والمياه الجوفية. ففي عرضنا هذا إجمالي المياه الموجودة على سطح الأرض 4 لترات، إذن سوف نقوم بتلوين هذا الوعاء حتى 4 لترات لأنه يمثل كمية المياه الموجودة على سطح كوكبنا. إذن هذه الحاوية تمثل كمية المياه الموجودة على سطح كوكبنا، نلونها حتى 4 لترات. ثم يا أبنائي، المياه العذبة تمثل 100 ملي. المياه العذبة تمثل 100 ملي. لدينا هذا الوعاء أو هذه الحاوية تمثل إمداد الأرض من المياه العذبة. هيا نلونها حتى المقدار الذي رأيناه 100 ملي. توجد المياه العذبة على الأرض، ما بعض الأماكن التي قد توجد فيها المياه العذبة يا أبنائي؟ توجد أحسنتم في البحيرات، في الأحواض، في الأنهار، في الجداول، في المياه الجوفية أو المياه التي تتدفق من تحت الأرض. إذن لدينا المياه العذبة 100 ملي. إذن كم كمية المياه المالحة؟ إذن طالما أن المياه ككل لدينا 4 لترات منها 100 ملي فقط عذبة، إذن بقية الماء مالح، يبقى هذا الوعاء مالح 4 لترات إلا 100 ملي. الماء في حالة سائلة، هذا الوعاء الثاني بيمثل الماء في حالة سائلة. ننظر كم كمية المياه في حالة سائلة، 30 ملي. نلون الماء حتى 30 ملي. الماء في حالة متجمدة، لدينا هنا الماء في حالة متجمدة 70 ملي، وهي أكبر كمية. المياه المتبقية في الوعاء، في مياه متجمدة عبارة عن كتل جليدية أو بخار في الهواء، هنلونها هيا بنا حتى 70 ملي. إذن هنا يا أبنائي بقى لدينا المياه الصالحة للاستخدام والتي يمكننا الحصول عليها. كم كميتها؟ عبارة عن 6 قطرات. 6 قطرات. إذن هنا المياه المستخدمة قد نستخدم قطرة ونضع 6 قطرات في هذا الإناء. هل تعلمون يا أبنائي أن 90% من المياه العذبة في العالم من القارة القطبية الجنوبية؟ من يستطيع تحديد مكان القارة القطبية الجنوبية والتي تسمى بأنتاركتيكا؟ أهي هنا يا أبنائي، هذه هي القارة القطبية الجنوبية. هذه القارة القطبية الجنوبية. إذن يمثل هذا الوعاء يا أبنائي
المياه المتوفر للاستخدام، لأن كل المياه الأخرى إما ملوثة أو يصعب الوصول إليها. مذهل، مذهل هذه المعلومة، لا يوجد سوى هذا القدر من المياه المستخدمة أو الصالحة للاستخدام. بما أننا لا نملك الكثير من المياه الصالحة للاستخدام، يجب أن نحافظ عليها ولا نضيعها. ما الأساليب التي يجب اتباعها في نطاق عائلتنا للحفاظ على المياه؟ من فضلكم افتحوا كتابكم على صفحة خطتي، اقترح ثلاث طرق لترشيد استهلاك المياه في المنزل. نكتب ثلاث طرق، وليكن أول طريقة عدم الإسراف في استخدام المياه عند الاستحمام والطبخ وغسيل الملابس، عدم ترك صنبور المياه مفتوحا بدون استخدام، عدم استخدام خرطوم المياه في غسيل السيارات، وكذلك أيضا استخدام الغسالات التي لا تستهلك مياه كثيرة، لأنه يا أبنائي هناك غسالات تستهلك الكثير من الماء. وبكده يكون انتهينا من شرح الدرس الأول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.